إذن متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من ناظور. طبعا هذا واحد الشاب طبعا اللي كان تزوج ومزوج وعنده عائلة وعنده الزوجة ديالو، وملي تزوج يعني عاش كان بخير وعلى خير مع الزوجة ديالو، وفجأة مرتو هربات عليه، هو كان خدام حوات ورجع للدار لقى مرتو هربات عليه، قال لك شي واحد يعني تفلى عليها في, 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 في المواقع التواصل الاجتماعي، كان كيتفلى عليها وكلا ليها العقل وهذا الشيء ولا غير ذلك، هو هرب عليها طبعا ومشى وخلاته ما بقى عارف عليها والو، لا فين هي ولا فين مشات، وهو بغى يشوف غا ولدو، كيقول لك باغي نشوف غا ولدي واش ميت ولا حي. سي منير مرحبا بك على قناة شوف تي في. خويا منير احكي لينا القصة كيفاش وقعت من الاول الاخر، تفضل عافا شي حاجه. السلام عليكم اخوت المغاربه، ها هي فهد قلاعة، كاع الناس كاع اللي خارجين الوطن ولا داخلين الوطن، والتحيه لام الوطن والسلطات والدارك الملكيه، ويحيى سيدنا نعم سيدي، الله يجزيكم بخير، وتبعوا معايا في هذا الفيديو مباشره. ها غادي نحكي لكم القصه في النهار الاول. انا نعم سيدي انا بغيت نعرف غير المراه ديالي علاش انا خرجت ليا من الدار بدون سبب. كيما كندير كنولف نعم سيدي في الصباح كنوض، كيتصل بيا السيد كيجيب لي هذاك الصندوق ولا جوج صندوق نتاع الحوت وكنديرهم وانا في رويته. اتصل بيا السيد مع السبعه، نط نعم سيدي لبست حوايجي وكذا، المهم خرجت مع السبعه ونصلت نتاع الصباح من الدار، بديت برويته مشيت جبت الحوت وكذا، وليت نعم سيدي مع الثمانيه ونص. الساعه اللي درتها بكري غير على حسب انا ساكن هنا، هاد الطريق هنايا توصلني حتى الباب نتاع الدار تقريبا. المهم جبت الحوت ديالي، جبت الخبز ديالي، جيت فطرت الى اخره. فاش فطرت ركبت عليهم جبرتهم عادني عسير، شفت هكا في التليفون في الساعه، جبت نعم سيدي الساعه قبل الاربعه وخرجت، رديت معايا الباب مورايا، قلت بسم الله يا فتاح يا رزق يا ربي يا ربي ترزقنا كل شيء في يدك، وزدت بحالي وزدت بحالي. وصلت نعم سيدي مع 12 ونص، فاش جيت للدار ساليت الخدمه ديالي، جبت الصوالح ديالي والمسائل ديالي، فاش جيت للدار جبرت المراه ما كايناش، بقى كنلغى فلانه فلانه، جبرت الصوت نتاع ولدي ما كايناش، واخا ماشي مشكل قلت تما على عمي الاول اللي تما راه تما لاصقني، لغيت تما عمي واش المراه كاينه؟ قال لي لا. مشيت عاوتاني عند عمي الاخر، المراه واش جات انا وهي والولد؟ لا. خلي عاد وليت للدار شفت هكا في الماريو، جبرت الماريو محلول بان لي الكسوه ناقصه، مشيت عند بلاصه نتاع فكوكوب ما فين كنديروا الصوالح الزوجيه وهذيك الحمدانيه وشي صوالح وشي فلوس وشي دب، مشيت ما جبرت حتى حاجه، لا جبرت دات لي كل شيء وزادت في الحال. انا بغيت نعرف علاش السبب اللي خرجت لي من الدار. انا انت كنت مهلي فيها اخاي منير؟ نعم سيدي انا كنت نعم سيدي غارق غير مع الحوانوت في الكريدي، راهم عاد غلقان الان. كنت نعم سيدي انا وفرتها كل شيء، انا نجي صراحه لخوتي المغاربه الناس كاع اللي كيتبعوني انا صراحه، وما تسمحوليش، وهذا الشيء راني قلتها لكم اليوم القيامه علقوني منا الا زدت عليكم شي حاجه. واش فهمت اخوتي؟ انا نعم سيدي كنت نعم سيدي وفرتها كل شيء، انا كنت وفرتها كل شيء قسما بالله. وهذاك واحد الشركه سميتها قبو اسم قبو اسم الشركه، المهم واحد الشركه هكا في التليفون كيبيع هذاك الروايح وهذيك الفوليات وهذيك الشيء وكذا، قسما بالله وتما 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 بحال هذاك الصوالح هكا نعم سيدي كتجيبهم ليا غير في التليفون، غير قرعه نتاع غير قرعه نتاع غير الصغيره نتاع الريحه وكدير 15 20 25 اها. انا كنت نعم سيدي وفرتها كل شيء، عمرو يا رب العالمين عمرو يا رب العالمين هذا الشيء نعم سيدي هاك كنطلبها هي تطلع معايا في اللايف دير معايا المواجهه تحكي الا عندها شي قصه تحكي، ولا اني كنشوف انا المراه تخرج لي من الدار بدون سبب. عمرو يا رب العالمين ما ضربتها، عمرو يا رب العالمين ما تكرفست عليها، عمرو يا رب العالمين. وتما ايوا نجيكم صراحه انا من قبل كذا ما نزوجش كنت شويه بيل، ولا اني في النهار اللي تزوجت الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين حمدت الله وشكرته، وليت نعم سيدي كنخدم كاع الناس كيعاونوني كاع الناس وليت عزيز عليهم الحمد لله، وكنوفرها كل شيء لا هي لا ولدي. ولدي نعم سيدي كانت عنده 11 شهر وكنعطي له عاد الحليب نتاع الصنداليه ياك الحليب نتاع 7000 فرنك نتاع الصنداليه، وهو الصنداليه تراهم شاهدين والقبيله كامله والدشار كامل، وكيقولوا لي واش توقع لها منير؟ قالها قال كنشوف فيك اخويا منير كيفاش كدير شنو كتجيب، قديما نعم سيدي كتجيب دارك عامر. الحمد لله يا رب العالمين في النهار اللي تزوجتي عمرو يا رب العالمين ما سمع لك شي صداع ولا شي مدابزه ولا شي حاجه معاها،
وهذه الكلمه ماشي انا اللي كنقولها، اه راه كيقولوها الناس اللي ساكنين حدايا تما في الدرب نتاعي، والحمد لله وكيقولوا لي حنايا كاع نشهدوا معك هو في هذه القضيه. ولكن ما كانش شي سبب اخويا منير اللي خلاها تظهر من الدار وتهز معاها ولدها؟ ما كاين اخويا حتى شي سبب. تخيل انت اخويا المراه اللي غادي تحل جي بيس في التليفون تاع الراجل ديالها تبقى تراقبه، واش دابا بحال دابا راني في الناظور راه كتفرج فيا؟ ها الا راني في الناظور الا كنت انا جاي للدار راه كتفرج فيا وتسماها راني قريب للدار، واش هذه المراه اللي كتحل فيها وهو جي بيسها في التليفون ديالها تاع الراجل ديالها؟ ما لا سبب. ها هي بنت الناس الا عندك شي واحد زيد يا بنت الناس الا بان لك شي واحد الله يجيب لك التيسير، نعطيك الموافقه نسمح لك في كل شيء. الا كتسمعيني دابا نسمح لك في كل شيء، ولاني باش زعما تحرمني، باش زعما تحرمني انا من الكبده ديالي من ولدي. حتى مزوج مع هاد السيده هذه؟ دابا انا خويا وهاد السيده تزوجت فيها 2019 مول العيد الصغير، بين العيد الصغير والعيد الكبير. يعني ولدك دابا عنده تقريبا عامين ونص دابا؟ لا شحال؟ لا شحال في عمره؟ دابا عنده عام سيدي، هاد الثلاثة في الثلاثة مع الثلاثة والربع تقفل عام على الراس. عام على الراس عند ولدك؟ واه تقفل على الراس على هاد وفي هاد الشهر اليوم واحد. اليوم واحد. وبقات له يومين مسكين ديالي يقفل عام سيدي عام. بقات له يومين 48 ساعة يقفل عام على الراس. وتزاد نعام سيدي في النهار الثلاث ثلاثة في شهر ثلاثة في نهار الثلاث مع الثلاثة والربع، وراني عاد عاقل على التاريخ، ولكن إنما علاش عاقل أنا على هذا التاريخ؟ هي كتبكي لهين، أنا نعام سيدي كنحرق على برا، وكنبكي بالدموع، والحمد لله راه كاينين الله تما النساء اللي مشاو معايا من العائلة وكذا، وكيجوا عندو وكيجوا عندي كيقولوا لي مالك أخا راك راجع، مالك كتبكي؟ أفرح أخا راه تزاد عندك الولد؟ كنقول له لا المرأة، وهي بنت الناس. يا بنت الناس اللي كتسمعيني طلعي معايا في اللايف، سيري عند المخزن، ولاني باش كذا يلعب من هنا باش زعما يلعب بك شي واحد في فيسبوك. انا كنت نعم سيدي كنجي للدار ديما يوميا كنجبرك الشعر مطلوق، الشعر مطلوق ديما محلقه، كنقول له الدقه راك تحلق ليا انت يا نعم سيدي التليفون عندك ياك، الحمد لله جبت عليك العداوه كاملين مع العائله. خويا ياك خويا مبا امي مالو ما دخلتوش مسكين في النهار سبيطار ومشاو عندو البوليس داوه وكمرناها في الكوميساريه حتى داز على السعد الواكل خرجوه. ما لا سبب انت يا سبب، دبست مع العائله ديالي كامله انت يا سبب، ولكن انت يا بنت الناس الجزا ديالي دمرتيني وكتحرقيني دابا بشويه بشويه، ولاني انا واش غادي نقول لك؟ وقسما بالله الا تلاقيت معاك هكا في الشارع شت انايا نبدل الشارع، ولاني دعيتك لله اليوم القيامه قسما بالله ما غادي نسمح لك، قسما بالله وما غادي نسمح لك. والحمد لله الحمد لله ها هي، وكنشكر هذاك السيد اللي اتصل بيا اللي لعب بيا بالمشاريع ديالي اللي قال لي قول لي الشهاده هذه نعم سيدي تاع السبيطار، هذه الورقه تاع السبيطار. واتصل بي واحد السيد قال لي اودي قا ولدك ومرتك عمرو تشوفهم اقراهم، جيت السونان ولا السوماج جيت افريقيا واش قال لي هكا. ومن هذيك الساعه ما وليت نعم سيدي ما راني عاقل على والو، وفي هذيك الساعه وليت نعم سيدي كنجري نعم سيدي في الشارع بحال شي هبيل اللي غادي نشوف كنقول له انت يوسف وكنشد فيهم، وليت نعم سيدي عمومي خويا ولد العموم شهر كامل، وليت في هذاك النهار ما كنعرفهمش وكيضربوني كذا وكيقولوا لي احنا فريق، كنقول لهم انا انت يوسف اسرقتني ولدي ردني ولدي كنبكي. ها هما الحمد لله راهم شاهدين، والحمد لله عاون الثاني، والحمد لله انا عاون الثاني كل شيء نعم سيدي درته قانوني. الشكايه نتاع نعم سيدي السيد ناد السيد الوكيل المالي، الشكايه نتاعو نتاع السيد الوكيل المالي. والحمد لله واخا يا بنت الناس ديت لي لايكات ديالك وديت لي كل شيء ما خليتيني زعما حتى شي دليل باش نتبعك، الحمد لله دبرت كل شيء فهمت. ها فوق الكوبي نتاع الزوجيه يا بنت الناس، ها فوق الكوبي نتاع الزوجيه ها هي خوتي باش تعرفوها، ها فوق الكوبي نتاع الزوجيه، ها فوق الكوبي عاون الثاني نتاع لايكات ديالك يا بنت الناس، ها هي دبرتها الحمد لله، دبرت التصاور ديالك دبرت كل شيء دبرته نعم سيدي الحمد لله، انا درت كل شيء خلوني غير المخزن يا بنت الناس. باش دابا انت خويا منير على المباشر على قناه شوف تي في هذه الزوجه ديالك فعلا
هذه راه ماين 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 ديال الام ديال الولد ديالك. نعم طبعا انت راه ما غاديش تدوزها لانه فهمتي، لانه كما قلت في وجه ولدك. انا نجيك صراحه اخويا، انا نجيك صراحه قسما بالله العظيم وقسما بالله كاع يوصلني من دابا للدار. نجيك صراحه انا نعم سيدي كون عمري يا رب العالمين الا كنت عارف راسي، نجيك غادي نجيك صراحه الا كنت عارف راسي درت معاه شي فرطه ولا ضربتها ولا كنشرب ولا هو ولا تما كنفع ولا كندير شي كلينه ولا تما اللي كنكرفس عليها، هذاك الشيء نقولها الله يحسن عاون. راه كنتعدى عليها كنتكرفس عليها كندير عليها، ولاني انا يا بنت الناس واش هدي شهاده الحق؟ فاش كنت كنسالي برويطه نتاع الحوت كنجي، واش كنت كنمشي عند شي بلاصه؟ كنت نعم سيدي كنلعب غير معاك وولدي ها؟ وكنبقى غير في الدار ما كنمشي لا هاك لا هاك. انت يا براسك ما كتقول لي يا شحال اخويا كتعجبك الدار وكتبقى هكا حاجب في الدار وتضرب شي دور عند القهوه نودي السعار واحد، انت يا كتبني كتهدمي راه كديري البلان. علاش علاش زعما في هذه المده اللي ضربتي معايا، علاش زعما خدمتي معايا هذاك الحنانه اللي خدمتي معايا هذاك النهار في نهار الثلاث في الزوج في شهر الزوج تخرج الاربع ثلاثه في الاربع باش تودعيني فيه تمشي، علاش زعما هذاك الحنانه اللي خدمتي معايا هذيك الليله عمري ربي العالمين ما خدمتي معايا هذيك الحنانه كتقول لي واش تبل ونعست فقت نعست فقت مشيت للدوش جبرتك عاد عند التليفون رواحي انت يا راكي كتفكري واش تمشي ولا ما تمشيش ولا تمشي ولا ما تمشيش ها؟ اش بدوك الناس في فيسبوك والحمد لله انت يا بعدا كنت انا عم سيدي كتقلبي على شي ناس في فيسبوك نتاعك في الانترنت في الانترنت كنت انا عم سيدي كتقلبي على وعلى شي وعلى شي اشخاص كنت عم سيدي هو كتقلبي عليهم في الانترنت ضروري هذاك الشيء علاش زعما؟ فاش انا بدلتيني فاش فاش انا بغيت نعرف غير فاش بدلتيني. الحمد لله الحمد لله كنخدم وكنجي للدار ما كنمشي لا هك لا هك والقبيله كامل كتهضر بها بهاد الصوالح بقى هاد الصوالح اخوتي المغاربه اللي كنهضر معاكم بقى ماشي انا اللي كنقول هاد الشيء بقى الا بغى شي صحافي نعم سيدي مضطر يتمشى معايا نور نتمشى على الدرب الحوانوت كلشي بقى واحد النهار درتكم واحد اللايف هكا كنتمشى به هو في الحانوتات وفي الدرب والحمد لله سمعتوا شهاده الناس شنو نعم سيدي كيقولوا هاد الهضره ماشي انا اللي كنقولها المشاهدين تما الناس نعم سيدي اللي كيخافوا من الله. خويا منير نعم خويا شنو كتبغي تقول للزوجه ديالك اللي هي مازال الزوجه ديالك؟ انا دابا شنو بغيت نقول نعم سيدي الان على المباشر على قناه شفتي شنو كتبغي تقول للزوجه ديالك؟ نعم سيدي شنو بغيت نقول للزوجه ديالي؟ بغيت نقول له الله يجازيك بخير يا الزوجه ديالي البارح 100% انت اللي اتصلتي بيا مع 6:17 دقائق ربعة د المرات انت كتسوني عليا فوقاش هادشي البارح؟ البارح 100% الله اعلم دابا انا باش عرفتيها هي ولا ماشي هي باش عرفتيها؟ كتسوني عليا مرا النمره كتصمت ما كدويش ما كندير فهمت واش كنقول له انا مور ربنا هي انا نعم سيدي كنبكي لك في التليفون ياك البارح واتصلتي بيا مرا النمره بقيتي كتصمتي عليا ما نعرف واش انت ولا شي واحد اخر هو كيضحك عليا ما نقدرش هنا تمايا انا ما نقدرش نظلم شي واحد يعني انما علاش انا الظلم انا جربته الظلم الظلم جربته ما نقدرش انا نظلم شي واحد 100% شكيت فيك قلت له ربنا هي ولكي علاش كتهضري لا ماشي كتهضري كتهزي عليا التليفون كتصمتي وما كدويش ومن بعد كتقطعي عليا الله يجازيك بخير يا الزوجه الله يجازيك بخير قام شحال نتاع اللايفات اللي درت غير على سبات الا كتسمعيني اتصلي بيا قسما بالله العالي انت عاونتني هاقري كتعرفي عاونتني القلب ديالي كي داير وياك الحمد لله كنت نعم سيدي كتقول لي غادي نمشي عند المدرسه نشوف بناتي وكنقول لك سير ما نقطعكش بناتك وكنعطيك المصاريف ديالهم اللي غادي تديهم لبناتك المدرسه ما كنقطعش عليك البنات ها اش نهار قطعت عليك شي هالبناتك حرام دين ياك هو دخلتيني حق عوا في العداوه كاع مع راجلك بقيت نعم سيدي وكلفتك حتى في المحكمه باش كذا باش كذا ترديها لبناتك ياك باك انت قلت لي ودي قهوه السبب ديالي اللي خرج عليا اللي عطيت له الحنظه وتما الحنظه الرجل ديالو الاول باش يبقاو عندهم الا هالبنات البنات ديالك وكتقول لي با هو السبب وقال لي با كذا ما نقدرش انا نهزك انت وجوج البنات هذاك الشيء اللي قلتيه فمك ها
انت دابا رديتني الجزاء الحمد لله، درت لك انا العرس عندي في داري، درت لك العرس ديال العرس عندي في داري الحمد لله، جابوا لي والعائله ديالك شي حاجه ها شي كادو في العرس ديالي. دابا انت كتقول بان انت اللي هزيتيها بانه باها ما كانش باغيها فتجلس في الدار ما قادرش يصرف عليها ياك، بحال هذا الشيء هذا. هذا الشيء في نهار اللي تزيتيها خويا هذا الشيء اللي حكات لي هو. شنو قالت لك؟ قالت لي انا با عمرو نسمح له. علاش؟ قلت له علاش يا بنت الناس عمرو تسمح له؟ راه الوالدين هادو. والله يسمحنا منهم، الله يسمحنا منهم، انا براسي كنهدرها. وباه وفي النهار اللي تزوجت انا اللي اتصلت به بقيتو وكنزوج فيه. الله يجازيك بخير يا عم نارح، الوالدين اللي غادي تجيو عندي عند العرس اجيو غير على حسب وجهي، واخا ماشي عليه هي اجيو نعم سيدي غير على حسب وجهي. ولكن علاش؟ باه نعم سيدي وكتقول لك هذاك عمرو يكون با، كنقول الله ينعل الشيطان يا بنت الناس، الله اكبر، الله يسمح لنا من الوالدين. ام شحال هز عليك تاع التمالك؟ قالت لي يا اخي راه حرمني من جوج البنات، هو اللي ما بغاش يهزني هي انا والبنات ديالي. دابا راه خرج عليا، راه خليت البنات لباهم. ودابا انت خيمون اش كطالب بالحضانه ديال ولدك ولا زوجك؟ انا خويا كنطلب ولدي، ما هي الا عندها شي واحد اخر الله يعاونها باش زعما نردها للدار، والله ما تولي للدار. علاش 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 اش خيمون؟ ربما شوف خيمون. نعم خويا. احنا كنتمناو ترجعوا لبعضياتكم على قبل ذاك الوليد. مسكين هو الوليد، شنو الدم ديالو؟ هذاك الطفل الصغير شنو الدم ديالو مسكين؟ حقا صحيح. شوف عندي هذاك الذنوب ديالو نتاع الطفل الصغير ماشي نتاعي، هذا الذنوب نتاعي لا، الذنوب ديالها هي، ولاني هي شكون اللي خرجها من الدار دابا؟ شحال دابا اليوم واحد خرجت لي ثلاثة في الشهر الزوج، دابا تقريبا شهر. كل واحد دابا ملي كيتصل بيا كيقول لي قرا شتها لهي، راني شتها لهي، راني شتها لهي في الداخلية في لهي 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 لهي. راه بلوني. دابا اسمح لي اخي منير، ربما تقدر تكون هناك اسباب قاهره اللي دفعت الزوجه باش تخرج من الدار، ما نعرف، حيت كاين اللي كيكون مريض نفساني، كاين اللي كيكون شوف كما كنقولوا الغيب حجته معاه. شوف حنا كنتمناو لكم خويا منير، حنا كطاقم ديال قناه شوف تي في هنا في مدينه الناظور والنواحي كنتمناو يعني ترجعوا مع بعضياتكم. نعم وتلقاو الحل هذا الشيء هذا. نعم على قبل، على الاقل على قبل ذاك الوليد، على قبل ذاك الوليد اخي منير. انت راه براسك راه قلتيها، انت باغي تشوف ولد، باغي تشوف ولدك وباغي. نعم تفضل. حتى انا هذاك تما هاد السؤالات اللي عطيتنا الاخ ديالي نجاوبك عليهم. وتما هاد السؤالات اللي عطيتني عندك الحق فيهم، ولاني انا براسي ما باغيش ولدي يطلع يتيم كما طلعت انا يتيم. انا طلعت يتيم بزاف تاع الزناقي، بزاف تاع التكرفيس، بزاف اللي داز عليا، بزاف تاع العسار، بزاف تاع الصوالح دازوا عليا، ولاني كنقول له دابا الحمد لله حمد الله وشكرته، وليت الطريق نتاع الله وكنخاف من الله وعايش ولادي الحمد لله. ولاني هي الاخ ديالي باش تخرجني من الدار بدون سبب، ما تقدرش هي تمشى غير بوحدها، عندها الباليزه قداش والصاج والبورصو ديالو والولد، قال عاونها شي واحد الاخ ديالي. ولاني انا كنستنى غير واحد السيد الله يجازيه بخير يجي من فرنسا، غادي يجي من فرنسا نزاوق فيه يوريني كاميرا نجبد هذيك اللوطو اللي جات عنده. واش فهمتوها اخوتي؟ بغيت نعرف الا دابا انا الا مشيت ليها مع شي واحد الا رديتها شنو نحسب انا؟ غادي نمشي نموت حسن الاخ ديالي؟ غادي نجاوبك على كل سؤال. لا 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 سيمونيت، حنايا فينا الدم الاخ ديالي. شوف هذاك الشيء نفهمك، هذاك الشيء تماه الخيانات الزوجيه. لا لا شوف منير، شوف منير منير منير. نعم خويا. نسولك سؤال واحد. نعم خويا. وجاوبنا عليه بصراحه. نعم خويا. جاوبنا عليه بصراحه، انت راك انسان مؤمن. نعم وعارف شنو كتقول. نعم وراه مزوج وعندك ولد. نعم تفضل. شوف فينا واسمع، الله يخليك اخي منير. واش كتقول خيانه الزوجيه، كتهمها بخيانه الزوجيه، واش عندك عليها شي دليل؟ عندك عليها شي دليل؟ لا منير؟ لا 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 اسمح لي. اسمح لي، قلت لك اخويا الظلم ما يعجبنيش، ما نظلمش حد. انا اخويا فهمت، ولكن انا كنشوف هذاك الناس اللي كيتصلوا بيا كيقولوا لي راه شفناها في المحطه راه ركبت في الكار، راه معاه واحد الشاب، واحد السيده كيدايره كيداير، واحد السيده كيدايره كيداير، باش انا نظلم الناس؟ لا. وهذا السيد اللي شافها الله يجازيه بخير ولد الزنغان قال لي يا خويا منير انا هاد الشهاده بقيتي فيا تفرجتي. يعني انت الهم ديالك هو تشوف ولدك؟
انا هذاك الشيء اللي بغيت، انا ما باغيش يطلع ولدي يتيم بلا باه. ان شاء الله خي منير. هذاك الشيء اللي كنطلب على المشاهدين اللي كيتبعونا، الله يجازيكم بخير، وكنشكر اللي خارج الوطن، اللي داخل الوطن، ويحيا سيدنا. الحمد لله. رسالة أخيرة، رسالة أخيرة، كرسالة أخيرة، أنت الآن على المباشر على قناة شوف تيفي، شنو كتبغي تقول للزوجة ديالك؟ شنو دابا كنبغيت كنقول للزوجة ديالي؟ الزوجة ديالي دابا كنطلب منك واحد حاجة، الله يجازيك بخير، الله يرحم ميمتك إلا كتسمعيني، يا الزوجة ديالي، شوفي، الله يجازيك بخير، اتصلي بيا، أنتِ عاونتني قرا كتعرف القلب ديالي. إلا اتصلتي بيا مور ربنا نريقلوا هاد الصوالح ندير اللي يسامح. هذا الشيء اللي كنتمنى إن شاء الله. أنا هذا الشيء اللي كنتمنى. إن شاء الله. والسلام عليكم. إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تيفي، كما كتهمنا الآن منير متزوج وعنده ولد في عمره عام تقريبا. عام كيلو يومين. المهم عام تقريبا عام. وخدام في الحوت وخدام بدراعه كما كنقولوا، كيجيب طف ديال الخبز بالحلال. وملي رجع للدار لقى مرتو مشات، هزات حويجاتها مشات، ما عارفاش فين مشات، وهزات ولدها. هو بغى يحماق، كيقلب على مرتو وكيقلب على ولده. ان شاء الله خي منير تلقى ولدك وتلقى الزوجه ديالك وتوصلوا لي يعني لشي حل، وان شاء الله ترجعوا مع بعضياتكم على الاقل بعد يعني تلقاو شي حل على الاقل على قبل ذاك الوليد ان شاء الله. ويتجمع الشمل، يتجمع الشمل ان شاء الله الاخ منير، لانه الضحيه كيبقى هو ذاك الطفل المسكين. وان شاء الله كما قلت حنا بدورنا كف قناه شوف تيفي ان شاء الله كنتمنوا لكم يعني كل التوفيق والنجاح، وان شاء الله ترجعوا لبعضياتكم لا انت ولا الزوجه ديالك، وتشوف ولدك ويتربى بيناتكم احسن تربيه وان شاء الله يا رب. اذا متتبعات متتبعي قناه شوف تيفي، وصلنا لنهايه هذا البث المباشر هنا من مدينه الناظور، الى اللقاء في لقاء مباشر اخر.